أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجة للأوضاع المتفاقمة في القطاع ونقص الوقود. وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في القطاع وما سينجم عن ذلك من انتشار للأمراض، لافتا إلى معاناة مناطق شمال غزة من توقف خدمة الإسعاف نتيجة نقص الوقود وتوقف كافة المستشفيات عن الخدمة نتيجة الحصار أو الاستهداف أو نفاذ المستلزمات الطبية الخاصة بها.